أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد من الأرض للفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد وصدرك أم مستودع العلم والحجاب وصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من الجهل يعمدون وشاطرت الأرض السماء بشجوها وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد فلو علمت تلك الخيول فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا وأعظم ما يشجي الغيور حرائر ولا حرائر تضام وحاميها الوحيد وحاميها الموحيد الوحيد مقيد فمن موثق يشكو التشدد من يد وموثقة تبكي فتلطمها اليد ويلي أنا مشيت الله يا زينب هاي أيامك يا زينب
أنا مشيت، أنا مشيت درب الما مشيت، ولي أنا مشيت درب الما مشيت، مشيت وذباح خي ذباح خي يا خي رافقيت، ولي من جلة الوايل نخيت نخيت من جلة الوالي نخيت، والله شتم وهايل دي وانكر وصيت، والله شتم وهايل دي وانكر وصيت. بعد بعد اسمع يا أبا الغيرة، أنا معادتي أنا معادتي يا حسين، أنا معادتي يا حسين، قف بديوان، أنا معادتي يا حسين، قف بديوان ديوان، والله ولا كلمت يا حسين عدوان، انا مخدرت حيدر، انا مخدرت حيدر وعدنان، انا مخدرت حيدر وعدنان، والله والله ما مثلي انسبت نسوان. اخ يا ابن امي حياتي تنهلت والعمر دارك، خلاص عمري يا نور عيني. زينب بقيت بعد الحسين سنة واحدة، قتلتها مصيبة الحسين. حياتي يا حياتي تنهلت والعمر دارك دارك، مدري شلون مدري شلون كف الموت داري وياك. قل لي طريقك أجركم الله، صارت كل امرأة يجبولها راس عزيز، ليلة تشوف يمها راس ابنها الأكبر، رملة يمها راس ابنها القاسم، وهكذا إلى أن وضعوا أمام زينب رأس أخيها أبي عبد الله. الله أكبر، إيش سوت زينب؟ نظرت إلى وجه الحسين كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. ماذا تصنع يا الله؟ عجبا لحلمك، بس شافت راس أخوها وشيبته مخضوبة بدمائه، يداعبها غاد النسيم ورائحه. يقول السيد بحر العلوم في مقتله: زينب شالت راسها شعدها ونطحت رأسها بجنب القتب فانشج جبينها. من شايفت الرؤوس
تغير الحال. يا ويلي من شاف دروس تغير الحال وراس حسين يجدمها على عسال. صاحت يا هلا بطلت هالهلال يا بدر التم يا بدر التم عن عيوني غبت وين. آه, آه يا بدر التم غبت عنا ولقيناك والله من عصرية العاشر فقدناك. يا بدر التم غبت عنا ولقيناك من عصرية العاشر فقدناك. عقب ثالث يا اخوي حسين شفناك والله لكن يا بدر من جسم نصين. لكن يا بدر من جسم نصين. رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا. خاطبتها مذبان يزهو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا. غاله خسفه فأبدى غروبه. أعزائي وين راحوا بيهن أول ما توجهوا بنات رسول الله؟ أدخلوهن إلى قصر الإمارة. لعن الله ابن زياد. ابن زياد جالس على كرسيه ينتظر النصر. وأي نصر يا لكع الرجال؟ أي نصر هذا؟ جالس قاعد على الكرسي. وأدخلوا حرائر الرسالة ثيابهن كلها تراب، بعض العبايات مخرقة، تغيرت وجوههن، عطاش، شمس، برد، ألم، فرقة، وجع، فقد. أدخلوهن. زينب ايش سوت؟ جلست وأدارت بوجهها نحو الحائط، انططى ظهرها، ما يستاهل أكثر من هاي. وهاي زينب، تعرف زينب كل عمرها مو مسافرة إلا 3 مرات. راجع كتاب زينب الكبرى للشيخ النقدي، 3 مرات بالتحقيق، و3 مرات اضطرارية. واحدة لما جابها أبوها وياها لما نقل عاصمته من مكة من المدينة إلى العراق بالكوفة، والثانية إلى كربلاء والرجع. هاي 3 مرات اضطرارية مو مسافر. يحيى المازن يقول جاورت عليا مدة من الزمن لم أرى لزينب شخص ولم أسمع لها صوت. دخلت جلست وأدارت بظهرها نحوه. قال من هذه؟ هو يعرف ما تجاوبت. قال من هذه؟ لم تجبه. قال من هذه؟ رفع صوته. وحدة قاعدة خافت، قالت له هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي فضحكم. أدارت وكأني بها أدارت شيء من وجهها. قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال الحمد لله الذي شفى قلبي من العدو الحسين ومن معه. التفتت إليه قالت لعمري لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي
واجتثثت أصلي. فإن كنت اشتفيت فقد اشتفيت، تتشفى اشتفيت. أي هذا تريد؟ هؤلاء قوم كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم، وستجتمع وإياهم يوم القيامة وستنظر لمن الفلج. ثكلتك أمك يا ابن مرجان، غضب اللعين، بس قضت عليه، حمل صوت يا الله، وقام يتخطى الرقاب. قاعد واحد اسمه عمرو بن حريث من الوجهاء بالكوفة، قام ووقف في وجهه، وضع يده على صدره، قال يا أمير هاي امرأة ما تفضحنا، والمرأة لا تعاب على كلامها. تقول لي أنا تمنيت، إيش تتمنى زينب؟ خو تعرف أنت إذا امرأة، إذا نساء، إذا قوم عندهم قوة ضاربة متمثلة برجل قوي حافظ عاملهم سياج، لما يموت يفتقدوه لأنه يضعفون. إيش تتمنى زينب؟ تقول لي أنا تمنيت، أنا تمنيت حي حامض ضعينا. أيها عباسة، أنا تمنيت حي حامض ضعينا أبو فاضل خوي، أبد لا ما كان تتجرأ علينا، والله إحنا نسوان وبلوة ابتلينا، نسوان وبلوة ابتلينا يا أبوي. هذا أدار بوجهي فنظر إلى الإمام زين العابدين، قال من هذا؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أليس قد قتل الله عليا؟ أنت علي بن الحسين؟ أليس قد قتل الله علي؟ قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. قال ولك جرأة علي؟ قال له الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال وتتكلم؟ أيها الجلاد خذه واذبح. وإجوا يمه، إجوا يمه مسكوا زينب. إيش سوت؟ قامت زينب ورمت بنفسها على جسده، قالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا، ما اكتفيت قد ذبحت منه، والله إن كنت عازما على ذبحه فاذبحني قبله، أنا ما أقبل حتى تذبحني قبله. قال إذن دعوه، قد هناك فرق بينه وبين عبد الله ابن عفيف الأزدي. عبد الله ابن عفيف الأزدي جاوب لعبيد الله ابن زياد بالمسجد فأراد أن ينال منه، فجاءت عشيرته وأحاطت به ولم يرضوا بأن يقتله عبيد الله ابن زياد. وزينب لا أخ يمها لا ابن عم يمها، أنا بقيت، أنا بقيت محيرة وصف جبلين. أها أنا لا عباس، لا عباس بفاضل يبرالي ولا حسين، والله لا عباس يبرالي ولا حسين. إلك إلك ولي ولي يضربوني، يضربوني بنبجي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر، هي تبقى عبرتي بصدري
تكسر. هذا اللعين اختب لك بهاي المصيبة وهيئ نفسك لهذا العزاء يا عزيزي. ايش سوى اللعين حتى ينتقم منهن؟ قال: خذوهن وضعوهن في خريبة. وجدت في بعض المقاتل، قالهم لا، خذوهن وضعوهن في سوق للأغنام. فتوجهوا بهن ووضعوهن في ذلك السوق. وصل الخبر إلى العشائر والقبائل، هو العشائر ما ترضى. ليش؟ لأنه بعض النساء مع السبايا لهن عشائر، بنو أسد، بنو فزارة، بنو تميم، بنو فلان فلان. فدخل واحد على عبيد الله بن زياد، قال له: يا أمير، ترى العشائر بدأت تتألق وتقوم، كل عشيرة لها امرأة مع السبايا، خو ما يناسب. قال: الحل أن تقولوا للعشائر كل عشيرة تجي تأخذ المسبية التابعة إلها. قالوا لهم إيه، فبثوا خبر، وبالفعل بدأت العشائر تجي عشيرة تلو الأخرى. يدخل الأسديون، أسدية أسدية، أخرجي أخرجي، تطلع، يجي مثلا بنو فزارة فزارية، اطلعي اطلعي، إلى أن بقيت امرأة من بني أسلم. اجوا بنو أسلم، قالوا: منو الأسلمية؟ قالوا: تلك. قالوا: أسلمية اطلعي. ما طلعت. أسلمية اخرجي، ما خرجت. ركضت وجلست يم زينب، قعدت يم زينب، ما كانت تطلع. قالت لها زينب: أخي اخرجي. قالت لها: سيدتي زينب، شلون اتركك؟ شلون؟ انا ما لي قلب اتركك. فصاح بنو أسلم: اخرجي وإلا دخلنا وقتلناك. قالت لها: سيدتي زينب. قالت لها: بالله عليك اخرجي. قالت لها: وأنت؟ قالت: لا عليك، أنا ألجأ إلى الذي أخرجني. وأدارت ببصرها، فوقعت عينها على رأس العباس منصوب على رمح أمامها. قالت: أنا ألجأ إلى هذا الذي أخرجني. ولشالت رأسها وشافت العباس. ايوه عباسة، والله شالت رأسها وشافت العباس، حنت باكية وقامت على الرأس. انا عليك اعتب يا اخو يا ابو على الناس، انا عليك اعتب يا اخويا مو على الناس، والله ما انت دللتني شهور وسنين. هيا هيا، والله ما انت دللتني شهور وسنين. والله جابوا يا عباس الابيل وانواه يركبون، هو عنايك يمشون، والله ويسبونا من كتر الكتير. عباس يا عيوني ترضى يذلوني، وللشام يهدوني. خويا يا ابو فاضل، خويا ترضى للمجلس نطب،
ويزيد عاينا وعنك يسايلنا خويا وتشمت يبذلنا ذاك الوكيل شنع العذور عباس يا عيوني ترضاه يذلوني وللشام يهدوني ابو ذي بيت الدعاء واسالك الدعاء تقل له وعداك وعدايك وعدايك خطاك اللوم يا عباس وعداك تعداك اللوم بفاضي خطاك اللوم يا عباس وعداك وفزت فخر اخوتك بالكون وعداك وعداياك اسمع خويا خويا جبتني ووعدتني وين وعداك خويا جبتني ووعدتني وين وعداياك خويا عرفتني ولا